اهلا بيكم. على غرار صدرها للي يقدرها، ودلوقتي بقى الفنانين الرجاله مطلعين بقى شعر صدرهم في اخرام كده، في قمصان من الشيفونات، وانا لله انا اليه راجعون في الرجوله. يعني ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. مش عارفه اقول عين وصابتنا، ولا دي خيبه ولحقتنا، ولا وكسه كبيره، ويعني مش فاهمة بجد. يعني الدنيا اتقلبت حوالينا كده. يعني الفنان احمد سعد على غرار الاعتذار بيقول اختياراتي دمرت حياتي. طب يعني ده كده ان هو اللي بيختار بقى القميص المخرم ده اللي طالع لنا بيه الشيفون، اللي هم قالوا عنه بقى اللانجيري، وفي ناس قالت ده نوع من الشرابات المخرمة اللي لابسها في ايديه، ولا ايه؟ مش عارفين بقى. يعني الحرية الشخصية بتنتهي عند حدود ربنا، حريتك بتقف عند حرية الآخرين. يعني كل إنسان حر في تصرفاته، وبيقولك كمان إنك تلبس اللي يعجب الناس وتاكل اللي يعجبك. لكن الشعب المصري واخدين على الراجل بشكل معين، لا بيلبس حلق ولا بيلبس شفونات ولا بيلبس بلوزات زي محمد رمضان كده طالع لنا بالبلوزة، أحمد مجدي اللي طالع بنفس القميص، عمرو سعد بقى طالع لنا بنفس القميص المخرم ولابس بقى عقد لولي، واحمد سعد لابس لنا حلق والقميص المخرم ده، مش عارفه يعني طلعين علينا شعر صدرهم من الخروم كده، ومش فاهمه. يعني مفيش حياء ولا في قيم. الفنانين بيصدروا لنا كل شيء مخالف وكل شيء غلط. يعني الوسط الفني لازم نعرف ان هو يعني بيسيء للشعب المصري عن طريق المظاهر، عن طريق التصرفات. بنشوف الفنانات العاريات الموجودة في المهرجانات والفساتين اللي هي الموضة بقى، تعري من الظهر تعري من قدام. يعني بيقولوا عليه مورد سيد العريان في المهرجانات. وكمان بقى دلوقتي بقت على المسارح المطربين والفنانين واهل الطرب بقى واهل الغناء. يعني احمد سعد ده حنجرة ذهبية. يعني والله انا شايفة فيه دور كبير جدا على النقابة، نقابة الموسيقيين ونقابة الممثلين، ان هو لازم يبقى فيه في الحفلات والفنانين اللي طالعين المطربين والاهل الغناء، ان هم يعملوا لهم زي رسمي او بدلة رسمية الرجالة تطلع بيها، وممكن الفستان يبقى في منتهى الشياكة برضو مش مكشوف. الفنانين والمشاهير اموالهم خيبتهم، ولا بيعملوا اي حاجة من اجل المال ومن اجل الفلوس، بيتنازلوا عن كرامتهم، ودلوقتي كمان جايين يتنازلوا عن رجولتهم وعن شرفهم. دي حاجة طبعا تخصهم، لكن لما يكونوا طالعين برا مصر وبيمثلونا، فدي بقى سمعة مصر والمصريين. والتشبه بقى بدلوقتي بالنساء، وبقى بيدعوا كده للمثلية من غير ما يحسوا، انه يعمل حلق ويلبس بلوزة ولا قميص مخرم شبه اللانجري ولا شبه الشرابات المخرمة بتاعت النساء، فده كده تشبه بالنساء، وده نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. بجد الموضوع زاد عن حده وبقى مقرف جدا. إطلالة للفنانين مقرفة، وطالع بالشراب ولا بالكولون ولا عامله قميص، منظر مقرف ومقزز يعني. والغريبة إن أحمد سعد ده دايما كان بيغني للرجولة وطوب الرجولة، وتفيد بإيه الحنجرة واللبس؟ يعني مسخرة بجد. يعني لبسه كان والقميص اللي لابسه ده مسخرة، مسخرة بين الفنانين. ويطلع يقول لك بقى إيه اختياراتي ما دمرت حياتي. وأنا عارفة طبعا إن دي سقطة في تاريخ أحمد سعد، لأنه مطرب وصوته جميل وإحساسه جميل. والاعتذار من شيم الكرام، يعني إن هو طالع بيعترف إن اختياره للبس ده أو البدلة دي في حفل موجود في الأرض المقدسة، دي سقطة. والاعتذار من شيم الرجال. ودايما بنقول إن دي تصرفات فردية، واللي بيعملوا يعني المشكلة إن هم بيعملوا الغلط وبعدين يعتذروا، زي الأستاذة سماحة أنور كده، اما طلعت بهدلت الشعب المصري وبتكرهوا الفنانين، وانتوا والفنانين دول عنوانكم، والفنانين دول هم تاريخكم، وانتوا، وفي الاخر طلعت تعتذر. بوديتا كلها تصرفات فردية، بس بتخلي الشعب السعودي او اهل الخليج اهل الخليج العربي بياخدوا عننا تصرفات، ان احنا كلنا فيفي عبده، كلنا رقاصين، كلنا شحاتين. وده طبعا بدي تصرفات فردية، ودي حاجات فردية. في ناس محترمة عندنا، الشعراوي عندنا، أحمد زويل عندنا،
الدكتور مصطفى محمود، عندنا الدكتور، عندنا الدكتور إبراهيم الفقي، عندنا يعني قامات جميلة جدا في مصر بنفتخر بيها وهنفضل نفتخر بيها، وأولادنا بعد كده هيفتخروا بيها برضو. لكن هذه التصرفات الفردية بتخلي الشعب يتألم نفسي وبيتألم معنوي اللي بيحصل. فأرجو منكم إن انتوا تركزوا بقى في تربية أولادكم، علموهم يفرقوا بين الحلال وبين الحرام، عايزين جيل بيخاف ربنا. بصراحة الوضع في الوسط الفني خارج عن السيطرة. وأشوفكم في فيديو آخر.